بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال موضوعنا فيما يخص نقد العلمانية، سنتناول الآن المنهج الإسلامي في المعرفة. بداية سأطرح هذا السؤال، هل يحتاج المسلمون إلى مناهج وافدة في المعرفة؟ إن هل هذا الكلام يحتاج المسلمون؟ طب لو رجعنا الفترة التي كان المسلمين الريادة في المجال، هل كان مجال المعرفة والعلوم، هل كان علمانيا يعني لا دينيا، ينكر وجود الله ويعتبره حاجة غير ضرورية في مجال العلم؟ إذا هنا نؤكد، سأترك الجواب أنت، أنا سأجيب جوابي. هذا سؤال تاريخي يفرض منطق التاريخ. لا، الجواب لا، لا يحتاج المسلمون. لهذا المنهج أو أي منهج وافد في عالم العلم والتجربة. أولا أن منهجهم لأسباب أن منهج متكامل وشامل، جمع العقل والقلب والروح والمادة والدنيا والآخرة، ولم يكن لحساب شيء على شيء آخر. يعني لم يكن العقل دون القلب، ولم تكن المادة دون الروح. بداية كما تناولنا تاريخيا. ثانيا، طابعه إنساني خالص. إنساني خالص. لماذا؟ منهج المعرفة لأنه عادل، ويحمل معاني الرحمة والأخوة. طبعا في هذا السياق أود أن أذكر أنا مثلا بأن الكثير من المشتغلين في العلوم في العالم الإسلامي، كثير منهم يعني لم يكون من الموالين للدولة الإسلامية، ومع هذا لم يوجد، يعني لا يوجد أي حظر كان تجاههم أو خصام على علومهم أو على معرفتهم. أيضا مرونته وقدرته على حركة والانفتاح على البشرية. قد ترجم المسلمون أعمال الإغريق وحفظوا التراث الإنساني بعد الترجمان، كما أنهم انفتحوا على العالم الآخر في جامعات الأندلس، وحتى رائد ما يعتبر في العالم الغربي رائد العلوم التجريبية بيكون، هو كان ابنا بارا للجامعات الإسلامية الموجودة في الأندلس. إذا نقول أنه ليس منهجا علميا من حيث اعتماده على التجربة، ولا حتى علماني من حيث إنكاره للمحسوسات، ولا حتى أنه يربط بالعقلية الغيبية والقائمة على الأساطير والخرافات وتفسيرات الديب الأسرار وما يتصل بالسحر وغيره، الكبالة والأشياء التي تشبه، وما ينكره العقل الإسلامي، هذا ما تكمن الصريح في الإيمان بالله والوحي وعالم الغيب. أنا هنا أود أن أؤكد مثلا في هذا المجال، مثلا رائد البصريات يسمى في الحضارة الغربية الهازن، الحسن بن الهيثم. لو قرأت كتابه في البصريات علوم المناظر ستلاحظ كيف أنه ابتدأ في التثني على الله وشكر الله وذكره والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه، يعني إيماني، طابع إيماني، رغم أن العلوم كانت فائقة في زمانه في البصريات المجاف. وقارن ما
ما عملوا الحسن بن الهيثم وما طرحوا دارون في كتابه أصل الأنواع. إلحاد كامل. لاحظ هنا يوجد فرق في الثقافات وفي القيم. إذا هو نقول أن المنهج التجريبي جزء من المنهج الإسلامي. أعتذر. المنهج التجريبي جزء أصيل من المنهج الإسلامي في العلوم سابقا طبعا للأسف، لكن الآن المسلمين تراجعوا بشكل كبير جدا، فلا يوجد هذا الكلام، لكن تاريخيا هو جزء أصيل من خلال القرآن مصدر أول. قبل أن تعرف رب منهج العلم والتجريبي 7 قرون على الأقل، ولم يعد هناك ريب في أن الإسلام هو الذي أنشأ المنهج العلمي التجريبي، وأن المسلمون هم أول من نادوا بالاستقراء والقياس والتمثيل. ويصور العلامة بريفولت هذا المعنى في كتابه بناء الإنسانية على نحو واضح، بحيث يقول ليس ثم ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا يمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة، فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون في تلك الطاقة التي تكون مال العلم الحديث من قوة متميزة ثابتة. إن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس ما قدمه العرب، طبعا يقصد الإسلام، إلى من كشوف مدهشة النظريات المبتكرة فحسب، بل يدين هذا العلم بالثقافة العربية بأكبر ما فيه، أنه يدين لها بوجوده نفسه. طيب، وكما قلنا أن بيكون تعلم في جامعات الأندلس، ويؤكد أيضا كثير من الباحثين الغربيين أن أتعس يوم مرت عليه الإنسان كانت انتصار فرنسا في معركة بواتيه، حيث تراجعت الحضارة العربية أمام البربرية الفرنسية، كما كتب عالم التاريخ أناتول فرانس في كتابه فوق الحجر الأبيض. طبعا هنا لنذكر على سبيل المثال بعض العلماء الذين أثروا في العلوم العرب. عندي مثلا البيروني، الخوارزمي، الحسن بن الهيثم، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ابن خلدون، الغزالي، ابن تيمية، المفكرون، يعني هذول كلهم، يعني ابن تيمية طبعا في كثير من الناس ستحزن إذا أنا، لكن ابن تيمية عقلية إنسانية كبيرة جدا جدا. ابن تيمية و يعني تلميذه أيضا ابن الجوزية، البيروني، الحسن البيروني، خليل بن أحمد الفراهيدي، وعلمه في الصوتيات، وعلمه في موازين الشعر، الحسن بن الهيثم، والخوارزمي في كتابه الجبر والمقابلة. هذه كلها إنجازات تاريخية كانت، لم وحتى الغزالي أيضا في كتاباته، يوجد طبعا بعض الملاحظات على إحياء علوم الدين، لكن كفكر مجرد الغزالي أيضا من أبو حامد الغزالي أيضا من العقليات الكبيرة جدا في العالم الإسلامي. وقد كان الاحتكاك أوروبا بالمسلمين أثر كبير في دفعها واستغنائها حتى عن أو معاداتها للفكر الكنسي. وأيضا يوجد بعض التفسيرات تقول أن البروتستانت حتى حركة مارتن لوثر التاريخية كانت ناشئة، طبعتها قومية لكنها تأثرت بشكل كبير جدا بالفكر الإسلامي. إذا قام منهج المعرفة الإسلامي على دعامتين كبيرتين. الدعامة الأولى عندي الوحي والتجريب، الوحي أولا ثم التجريب، وكلاهما مستمد من القرآن، وتمثلت النهضة الإسلامية في مجال المعرفة والعلم معا في التكامل والإخلاص للعلم والميل إلى التجدد والتطور والحركة وإنصاف كل من سبق على الطريق مهما كان مختلفا في الدين. وقد كانت نزعة المعرفة الإسلامية قائمة على الموضوعية ومعاداة الأمور الشخصية والخاصة. لا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمعرفة قائمة على الإنصاف بعيد عن الانفعال الشخصي والتعصب والنظرة الخاصة، وهي جزئية في أسلوبها، ولا يمنع قضاءه اليوم
أن تغيره في غد من متى استبان وجه آخر أو وجه آخر وجه حق طبعا. قد أقام منهج المعرفة الإسلامية قواعده على أساس البرهان والتجربة والتحرر من الظن والمتابعة بغير دليل واتباع مذاهب السابقين تقليدا ومتابعة بغير حق. ولا تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعدم تبني أي فكرة حتى الدين نفسه إلا عن طريق ما يثبته العقل الصافي من أدلة يقينية، وإجراء البحث عن الحقيقة في ضوء الهدى الرباني والوحي القرآني وهدي النبي، وإقامة القضايا على أساس الوحي الحق البرهان والدليل، والبرهان والدليل والتقوى في النقل والإنصاف من النفس. قل هاتوا برهانكم وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأن منهج الإسلامي المعرفة لا يتنكر للعقل ومنطقه ولا يحمله أكثر من مقدرته ووظيفته، ويدفع العقل إلى الحركة في نطاق الوحي انطلاقا إلى اكتشاف القوانين في مجال الطبيعة فقط. ولا يؤمن المنهج الإسلامي المعرفة بعقلية الجزئيات فإنها تعجب الصورة التامة الناضجة، وليس منهجا عقليا خالصا ولا وجدانيا حدسيا، ولكنه منهج متكامل يعتمد عليهما الاثنين، يشبه تكامل الإنسان نفسه. فالإسلام ليس عقلا ولا جسما، ولكنه يجمع بينهما أو يجمعهما إلى بعضهما بعضا. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات وطرح الأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.